من بين الرايتينز اللي تيتحطوا بزاف في الامتحان الوطني ديال اللغة الإنجليزية، واحد الرايتين اللي تيكون على causes, consequences and solutions، يعني الأسباب والنتائج والحلول. هو تيكون هاد الرايتين خصو يتكتب على هاد الطريقة هذه. تدير introduction، مقدمة تدير فيها topic sentence، ثم البادي اللي هو العرض تيكونوا فيه ثلاثة ديال لي باراغراف. تيكون الكوزز، باراغراف على لي كوز على الأسباب، وباراغراف على ذا افكتس ولا كونسيكونسز اللي هما النتائج، وواحد الباراغراف صغيرة على الحلول اللي انت تتقترحها، ثم تنديروا كونكلوجن. باش ما نقويش عليكم انا بزاف، ها هما كاين واحد الطريقة. احنا دابا نحاولوا اننا نحفظوا واحد المجموعه من لي زيكسبرسيون، واحد المجموعه من الجمل اللي غادي تنفعنا الى تحط لينا شي حاجه بحال هكذا. مثلا في الانترودكشن، في المقدمه، يمكن لك تقول it goes without saying that، يعني ان الجميع متفق بان، ولا it's clear that، وتعطي داك المشكل اللي حطوا لنا كما بغى يكون نوعه. نقولوا it goes without saying that هاد المشكل هذا became a serious problem، ولا مشكل اساسي، problem not only in my city ولا village ولا town but all over Morocco ولا all over the world. يعني هذا الاشكال هذا ولا هاد القضية ولات مشكل ماشي فقط في المدينة ديالي ولا الفيلاج ديالي، ولكن في المغرب كامل أو في العالم كامل. شوفوا، إذا هادو الجمل اللي سنعطيكم دابا، عافاكم لا حاولوا تحفظوهم. It goes without saying that became a serious problem not only in my city but all over Morocco ولا all over the world. صافي، ها انت كتبتي introduction، ساليتي معاها. دابا غتجي انت للبادي، العرض. العرض قلنا باش غنبداو بعدا بالاسباب، causes. غنقولوا there are many reasons to this issue، كاينين بزاف ديال الاسباب لهذا المشكل. issue هو problem. the first one is، الاول ها هو السبب الاول. the second reason is، ها السبب الثاني. another reason is، الى اخره. صافي، هكا غنمشيو first second third. هنايا انت تتفكر في واحد في الاسباب، نقولوا حنا واحد ثلاثه ديال الاسباب. الشيء اللي درتي غير جوج راه مزيان، صافي، جوج ديال الاسباب، وانت تكتب السبب وتتشرحه. انا غنوريك كيفاش تشرحه. ثم من بعد غنديروا دابا الكونسيكونسز، النتائج. غنقولوا this problem has some consequences like، مثل، عنده مجموعه من النتائج، مثل كذا وكذا and كذا وكذا. صافي، انت درتي لنا جوج ديال النتائج. ثم غنديروا واحد الباراغراف واحد اخر، ماشي باراغراف، نقولوا حنا جمل واحد اخرين على شنو، على السولوشنز، الحلول. غنقولوا there are some solutions to put an end to this issue، كاينين واحد الحلول باش نوقفوا حنا هذا المشكل. فور اكزامبل كذا وكذا، اند لاست بات ليست، اخيرا وليس اخرا، كذا وكذا وكذا. صافي، مزيان. ونجيو للكونكلوجن، ديما دير ان كونكلوجن اي ثينك ذات، في الختام اظن بان، وهذا الشيء اللي كتبتيه كامل تتلخصه في جمله واحده. الله يعاون. صاف، يعني شوف، انت دائما ملي تكون تكتب انت ولا انت، حاول انك تكون مقتضب، داك الشيء ما قل ودل، ما تبقاش تكتب بزاف وتربج بزاف وتغلط بزاف. اللهم تكونوا انت كلمات ولا جمل حافظهم، صافي، حافظهم وتتكتبهم في جميع الحالات، ولكن ضامنهم وعارفهم بانهم صحاح. وشوفوا، واخا احنا عندنا واحد توبيك اير بولوشن، احنا هنا نهضروا على تلوث الهواء. بيكيم ا سيريس انفايرمنتال ايشيو، اذا المشكل اللي عندنا احنا اللي سنهضروا عليه هنا هو اير بولوشن. صافي، هو تلوث الهواء. مزيان، اذا شنو غيكتب لنا؟ ريسنتلي اير بولوشن بيكيم ا سيريس انفايرمنتال ولا انفايرمنتال بروبلم نوت اونلي ان موروكو بس اول اوفر ذا وورلد. مزيان، هذا هو الانترودكشن. هاد التلوث الهواء راه مشكل ماشي غير في المغرب، وفي العالم كامل. اذا دابا there are many causes to this issue، كاين بزاف ديال الاسباب. the first الاول اشنا هو؟ the first cause is means of transportation، هما لي مويان دو ترونسبور، وسائل
التنقل ولا وسائل النقل like cars, buses and trucks that produce too much smoke اللي تيخرجوا لنا بزاف ديال الدخان in the air. The second hand كتبنا الاول هاد الثاني. The second one is industrial factories اللي هما المعامل والمصانع. A lot of businessmen set up their projects in big cities and as a result كاين بزاف الناس اللي تيديروا المشاريع ديالهم في المدينه وكنتيجة لذلك they pollute the air تيلوتوا لنا الهواء. Another cause قلنا احنا the first, the second, another cause صافي سبب واحد اخر which is more important اللي هو اهم من هادو اللي قلت is rubbish اللي هو الازبال. A great number of people throw garbage in public places. This environmental issue إذن ها هما هنا بلي وصلنا هنا ها احنا سالينا سيدي الهضرة على ال causes. دابا غندخلو ال consequences ها هما صافي. This environmental issue has some consequences like health disease يعني تعطينا واحد النتائج بحالاش بحال الأمراض. Many people suffer from asthma لازم breathing difficulties الناس يلقاو مشاكل في التنفس. Global warming and extinction of some animals بعض الحيوانات اللي انقرضت ايضا صافي الله يجعل البركة. دابا to put an end to this problem باش نوقفوا هذا المشكل people should use bikes. اذا هنا شنو تنعطي انا تنعطي solutions الحلول should use bikes الناس خصهم يتعلموا يتمشوا في بيكالات in public vehicles يمشيوا في التران يمشيوا في الوسائل النقليه عموميه at least at the weekends على الاقل في الويكند. Factories ought to be built outside the cities هاد المصانع خصهم يكونوا خارج المدينة. And rubbish should be thrown in specific places والزبل خصو يتلح في بلاصتو. And last but not least and last but not least أخيرا وليس آخرا associations should sensitize people to the negative consequences of this problem حتى الجمعيات خصها تلعب الدور ديالها مازين. دابا in conclusion I think that دابا هادي الكونكلوجن الخاتمة I think that all citizens suffer from this problem. الناس كاملين تيعانيوا من هذا المشكل especially those who live in the cities خاصة الناس اللي تيعيشوا في وسط المدينة. So let's all work hard hand in hand خصنا كاملين نتعاونوا to eradicate this problem باش نوقفوا هذا المشكل مازيان. دابا ها احنا عندنا واحد المشكل واحد اخر شنا هو dropping out of school يعني هو المشكل ديالنا شنا هو الهدر المدرسي اسمحوا لي الناس تيخرجوا من التلاميذ تيخرجوا من المدرسه في سن مبكره الدري تيقرا ولا البنت تيقرا حتى للسادس وتيخرج صافي. شنو هما الكوزز اللي يمكن يكونوا الاسباب؟ اولا البافرتي تقدر يكون الفقر يقدر يكون لونغ ديستانس الناس تيسكنوا بعادين على المدارس يمكن يكون ignorance and illiteracy يمكن يكون الأمية ولا الجهل ديال الأبوين. في الكونسيكونسز شنو يمكن يكون؟ دري خرج ولا بنت خرجت من القراية بكري قبل الوقت مثلا في 10 سنين في 12 عام في 14 عام. unemployment أنهم غيوجدوا مشكل في أنهم يلقوا خدمة. crimes يقدروا يوليو مجرمين. taking drugs يقدر يولي دري ياخذ لا دروغ. theft يولي يسرق delinquency تيخرج على السيطرة. and early marriage for girls بنت خرجت من القراية بكري تقدر يجوزوها والديها في 12 عام صافي. و your opinion ما تعطينا your opinion انا هنا كتبت واحد الموضوع هو هذا النيت ديال dropping out of school. introduction شنو كتبت؟ It's clear that dropping out of school is becoming a serious problem that many countries around the globe are suffering from. صافي انا ساهله مهله شوفهم ساهله مهله صافي يا راه dropping out of school الهضره المدرسي ولا مشكل ماشي غير في المغرب ولكن في العالم كامل. There are دابا غنديروا causes. There are many causes for this problem. اولا first a number of families are poor therefore اذا هذا بحال شوف ديما مثلا هنا تنعطي واحد المشكل ها المشكل a number of families are poor ولكن خصني نشرحه تندير مثلا therefore هذا يعني they can't provide their children with furniture necessary for their for them to study انهم ما يقدروش يشريو الادوات لولادهم باش يقراو. ثم هذا first besides زائد هذا besides ديال addition زائد their limited income
انكم المدخول القليل ميكس ات ديفيكولت فور ذم تو باي سكول فيز. ما تيقدوش يخلصوا نقولوا مثلا بالنسبه للمدارس اللي هي بالفلوس يخلصوا فلوس. راه كاين اللي تاع ديك 70 درهم ولا 80 درهم اللي تتعطى في الاول ديال العام حتى في المدارس العموميه راه صعيبه عليه وكان صعيبه على والدينا حنا. راه تيقول له عطيت 80 درهم راه مازال تنعقل انا الوالده تتقفقف لان مسكينه ما عندهاش. سكند هذا فيرست سكند دابا انا نعطيو الثاني. people living in remote areas الناس اللي تعيشوا في مناطق بعيده usually live far away from school. far هي بعيدا عن المدارس. ها انا غنشرح which هذا الشيء غنشرحه which makes the way to school a risky and dangerous one. هذا الشيء تيخلي ان هذيك الطريق من الدار للمدرسه تتكون شي مرات خطيره كاع. كاين اللي تيقطع واد كاين اللي تيطلع في الجبال تيمشي مسافه طويله. انا كنت نمشي مسافه طويله باش نوصل. ثور ثالثا سام بيرنتس ار ignorant. بعض الاباء جاهلين ماشي غير واعين غير يعني بغيت اللي بغيت نقول لكم ان كاين الجاهل ماشي امي. كاين اللي جاهل ما عارفش واحد الحاجه. راه كاين واخا تيكون امي ولكن ما تيكونش ignorant تيكون illiterate but not ignorant صافي. ولكن الجهل هو اللي صعيب. الجهل بالشيء عدم معرفة الشيء. hence إذن هاد hence تعطينا إذن بحال therefore صافي. hence they think that school is not that important for their children. هاد الآباء اللي هما جاهلون بالأمر ما تيظنوا بأن القراية ماشي شي حاجة مهمة especially for girls خاصة بالنسبة للبنات who are expected to marry and raise babies. تيقول لك لا البنت خصها الزواج غادير بشي قراية instead of fulfilling their lives and get high degrees في مكان انهم يكملوا ويديروا مستقبل لراسهم. مازال حنا سالينا دابا الاسباب غندخلوا فاش في النتائج. dropping out of school has a number of consequences. ها هي عندها واحد مجموعة من النتائج in the long term على المستوى البعيد على المدى البعيد لايك بحالاش unemployment البطاله which means هاد التهديد راه زوينه باش الا بغيتي تشرح which means هذا يعني that students who didn't have the opportunity to pursue their studies الناس اللي ما كملوش قرايتهم find it hard to get decent jobs ما تيمكن لهمش يلقاو واحد العمل جيد. Consequently هاد الشيء شنو تيعطينا as a consequence كنتيجة وكنتيجة لذلك they continue living poor تيبقاو فقراء illiterate تيبقاو أميين و marginalized تيبقاو في يعني تيبقاو marginalized تيبقاو على حافة المجتمع ما تيديها فيهم حد. Moreover أكثر من هذا moreover راه بحال هذيك first second. دابا ما درناش فيرست سكند قلنا الاولى هي لايك الاولى انيبلويمنت درنا مور اوفر غنعطيو الثانيه مور اوفر تعطينا اديشن ولا اكثر من هذا. ماني ستودنتس هو ستوبت ذير سكولين فيري ايرلي اند اب تيكين دراجز. كاينين اللي ملي تيخرجوا بكري من المدرسه تيوليو يتعاطوا المخدرات اند بيكام ديلانكوينتس تيوليو يعني مشاكل تيولي دري كله مشاكل مما يعطي از ريزولت كان نتيجه لذلك ذي كان بيكام كريمينالز اند فينيش ذير لايفز ان بريزن تيمكن لهم يوليو كريمينالز صافي تيولي مجرمين وتيمكن لهم يكملوا حياتهم ان بريزن في السجن. دابا احنا غنعطيو الحلول فور مي تو اراديكيت ذيس ايشيو باش نوقفوا هذا المشكل هذا. governments الحكومات ماست اكت ريسبونسبلي خصها تاخذ المسؤوليه ديالها تحمل المسؤوليه ديالها اند ميك سكول كومبالسوري ويردوا القرايه يردوا المدرسه ولا حتى مدروس اوبليغاتوار يعني انك انت غير دو تدخل تقرا بلا خاطرك صافي الزامي. سكول غتولي الزاميه تيل في ايج اوف 16 تال 16 عام. هادشي اللي كاين في دول عديده حتى المغرب باغي يطبقها ولكن مازال ما مطبقهاش 100%. تو ليت تشيلدرن جيت اناف ستاديز باش الدراري يقراو ما يعني ما يكفي. ثم دابا عندنا هنايا هذه هي الكونكلوجن نقولو تو سام اب ولا تو كونكلود بحال فحال شنو دروبين اوت اوف سكول از ا دانجرس فينومينا. راه بحال تنعاودو الانتروداكشن تتعاودها ولكن بطريقه اخرى. is a dangerous phenomenon اللي هو ظاهرة
يعني خطيرة for our society للمجتمع and we should all come together. هذه دي مكتبها. We should all come together. خصنا كاملين نتعاونوا to put an end to its devastating consequences. خصنا دا كلنا نتعاونوا باش نوقفوا هاد النتائج السلبية ديال هاد المشكل هذا على المجتمع ديالنا. صافي هاد الشيء اللي كتبت لكم هنايا. هاد الموضوع انا غادي ندير لكم الرابط ديالو في صندوق الوصف، زيدوا شوفوه. والا كانت شي حاجه وحده اخرى بغيتوا تعرفوها على هاد الكوزز اند كونسيكونس كونسيكونسز قولوها ليا في سميتو في لي كومونتير عفاكم.